يقول السائل: هل يحق للمسلم أن يطلق كلمة الكفر أو التبديع على كل من أقدم على ارتكاب مكفر أو بدعة؟ تسرع في الحكم على الناس وإطلاق الكفر عليهم وإطلاق التبديع والبدعة، هذا لا يجوز إلا لأهل العلم الذين يعرفون حدود الكفر ويعرفون حدود البدعة وحدود الردة، ولا له أسباب يعرفها أهل العلم، هذا من اختصاص أهل العلم. ألا يجوز لأي واحد أنه يحكم على الآخر بالبدعة أو بالكفر أو بالشرك وهو لا يدري ولا يعرف ضوابط التكفير وضوابط التبديع وضوابط الفسق؟ يصون الإنسان لسانه، لأنه ربما يقول لبريء إنه كافر أو إنه مبتدع أو إنه ضال أو فاسق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر يا فاسق وهو ليس كذلك فإن كلامه يرجع عليه، كلامه يرجع عليه والعياذ بالله. فعلى الإنسان أنه يحفظ لسانه ولا يطلقه في هذه الأمور، هذه خطيرة تحتاج إلى أن الإنسان يتعلم ويعرف ضوابط التكفير وضوابط التبديع وضوابط التفسيق، ولا يتكلم عن جهل أو عن عاطفة أو عن حماس أو عن غيره، فقد يقع في الخطأ ويرجع عليه كلامه. المسألة خطيرة جدا، وهذا الكلام الذي تقوله من تكفير الناس أو تبديعهم أو تفسيقهم لا يذهب سدى، إن كانوا مستحقين ذهب إليهم وإن لم يكونوا مستحقين رجع عليك. عليك أن تحفظ لسانك لهذه الأمور.